السلام عليكم شباب، معاكم اخوكم احمد النشير ذا دارك لورد من ديفلز جيم وديفلز كوميونيتي، وهذا الاسبوع رقم 14 لنا للتوب 10 جيم بلايز اوف ذا ويك الخاص بالبلاك اوبس. فهاي الاسبوع معاي اثنين من وياي، معك حمود، معك اسم ميلان. مبروك اسم ميلان، لحن الاول لحن الاول. ومبروك مانشستر، الله يبارك فيك. ومبروك البرشلونه، والله يستر على مدريد الليله. ما يندرى كم كم بتصير مباراه قويه، أكيد تنتظر مباراة السعودية اليوم. إيه الله يوفقهم إن شاء الله. الله يوفق الجميع، الله يوفق كل المنتخبات العربية. آمين يا رب. آمين. وهاركم كويت، والله كنتوا تستاهلون تفوزون. بسم الله، خلونا نبدأ هاي الأسبوع. وفي عندنا في المركز العاشر إيه أو صقر. طبعًا يبدأ الجيم يفلت سيمتكس ويقتل أربعة، يفجر السيارة ويروح عند الستيك أوت يقتل الخامس، يحصل نيرون سترايك، يطلب له بيتزا بيتزا سريعة جت وصلت قتلت له أربعة. حار لأن نار. ويكمل عندنا ما خبز فويسي. وفي المركز التاسع عندنا لهاي الأسبوع من عندنا وش رأيكم في اللاعب اسمه ليزر بيسوي شيء غريب ما شفته من قبل هني. يسوي 360 طلعوها ستول ويفلتها ستوماك ويصيد له واحد كروس، يصيد واحد كروس دمام بانك شوت، يعني كل شيء تشالنجات. خلينا نشوفها مرة ثانية. يا سلام شوفها تطير شوي وتصيد الطيارة شوي قريب الا شعرك واقف ينتظرها تعالي في الاحضان يا حبيبتي. اوكي يستاهل المركز التاسع. هاي الاسبوع ترى عندنا توما هوكس يعني غريبين وما شفناهم من قبل. في المركز الثامن عندنا اكس فينيتد فينت سكور 74 اكس، عنده شنو عنده هاي الباكري مثل النحله، والنحله تطير وتقتل له خمسه. اللهم زد وبارك باقي واحد ويكمل التيم ماسكاب. وفي المركز السابع عندنا من عندنا منسم. طبعا انا اول ما شفته قلت بصيد له واحد MSN. منسم قاعد يلعب في سمت فلت التوماهوك، ما شاف احد، ما قتل احد، بس يدخل هني باللاج يشوف ثلاثه قدامه بوم تريكل تريبل بسرعه تريبل ولا اسرع. نمبر 6 من عندنا على سافة الار سي اكس دي، قتل له ثلاثة بالار سي اكس دي، ما طرش لي المقطع كامل، انا حسيتها اعادة الحين بس مو اعادة ترى. واحدة ثانية راح نفس المكان ويقتل له بعد ثلاثة. نفس الثلاثة مساكين يركضون يا بعض رايحين الرياضة، يلا خلينا نروح ليهم. اوكي والسيارة تقتلهم. في المركز الخامس عندنا ديد سيل 34 وقاعد يلعب وين ذا تشامبر، يقول يركز، انا بعرف شنو كان يركز على شنو، إذا عيون صقر عليه ما شاء الله. ما شاء الله. طلقة وقتل اثنين في وان ان تشيمبر، يعني سنايبرز ما بيقتلون في اللعبة لأنه ما تقدر تستخدم سنايبر طبعا، بس قتل اثنين. خلونا نشوفهم شلون قاعد يلحق وراه يلعب ويا صيادة، تعال الحق وراه يلحق وراه طاخ قتلهم رقدهم مساكين في السلمانية. في المركز الرابع عندنا لهاي الأسبوع إكس وعبود إكس بحرين، هاي رفيقك ريجك والنعفي يفلت له القنبلة ويقتل واحد، وهاي الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس. اي عليك معبود، شال تيم كامل نايس. معروف عنه معبود، اذا تبي تفوز العب يا معبود. في المركز الثالث عندنا اي سنيك 88 قاعد يلعب سيرش اند ستروي، قتل الاول فايرنج رينج ويا سلاحك المفضل جليلو يقتل قتل اثنين وهاي الثالث هاي الرابع وهاي الخامس. ايس هو ترى شباب في ايس غريب، يعني في المركز الثاني اغرب كليب شفتوه يعني راح تشوفونه في حياتكم. ايش دي زوهان قاعد يلعب دومينيشن، ما قاعد يلعب دومينيشن، قاعد يلعب اعتقد جراند وار يركب الدرج ويفلت له التوماهوك ويصيد واحد،
هاي ما يخلي يستاهل المركز الثاني وينتحر عشان يحصل تمهك ثانية. حبيبي في شيء اسمه وورلد تحصل تمهكين بس ما عنده هالاختراع. قاعد ينيف الهواء مستانس قال ليش ما افلت واحدة ثانية؟ فلت واحدة ثانية وصاد له واحد صاد له واحد وما يصدق يبي يركب الدرجة بيشوف شكله وين التمهك راحت بس يموت ويطلع مرة ثانية ويحتفل قاعد يحتفل يطلق يا زعم يبي يشلخ عرس عنده قال بل ثلاثة عزيمة ثلاثة أنا واحدة يلا أصيد هاي ثلاثة يعني بتقولون هاي يستاهل المركز الأول لكن المركز الأول بعد تمهك عندنا للتيك توك عدنا بتقولون رفيقي بس ما عليك شوفوا إيش سوى الراوند الأول حقه لا الراوند الثالث هاي فلت تمهك وقتل واحد الراوند الرابع فلت اثنين وقتل بعد اثنين خلونا نشوفه بالتياتر مود شلون قتلهم شفيك تحتفل تشالنجات قاعد شوف فلت التمهك الأولى وهاي الثانية صيادة إذا تشوفون في ثلاث تمهكات بعد في واحد من فرق فلت قتل الأول والثاني ورا مسكين ما يري واللي في التيم كلهم يركضون يا بعض كأنهم دجاج بس هاي بعد بخلي يعني يتنافس ويا المركز الثاني يقولون عادي بس انك تلعب سيرش اند ديستروي تفت اربعة تمهك وتقتل اربع مرات يعني هاي شيء غريب يستاهل المركز الاول وهاي الاسبوع ال 14 انتهى لا تنسون تسوون دبل لايك حق الفيديو وتسيفونا از فيفرت تساعدون قناتنا انها تكبر وطلعوا بعد عندنا حلقه جديده حق ديفلز جيم ان ويك اذا تبون تكونوا في ديفلز جيم ان ويك طرشوا لنا قناتكم بنشوف هذا فيها شيء حلو راح نتكلم فيها في هاي الاسبوع الرابع لان حلقه الاسبوع الثالث خلاص كملنا تسجيلها لا تنسوا مثل ما قلت لكم دبل لايك وسبسكرايب حق ديفلز جيم وديفلز كوميونتي اتمنى ان هاي الاسبوع عجبكم والله وفقنا في اختيار المراكز كان وياكم اخوكم احمد النشيط ذا دارك لورد ويا سيميلانا سبسكرايب حق قنواتهم وقنواتهم سامحونا على القصور وبالتوفيق مثل ما قلنا في كاس اسيا حق كل المنتخبات العربيه وخليجنا واحد مع السلامه سبسكرايب شباب مع السلامه